السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار ملخصات وحدة التربية الإسلامية الخاصة بالمستوى الثالث، نقدم لكم في هذا الموضوع ملخصات الدورة الثانية الخاصة بمكون الحكمة. الملخص الأول يتعلق بعنوان بدرس الرضا والتفاؤل، قصة امرأة عمران. الملخص: حرمت حنة امرأة عمران عليه السلام من نعمة الأمومة مدة طويلة، ثم بعد أن وهبها الله نعمة الولادة قابلتها بمزيد من الشكر، فنذرت ما في بطنها لله ليكون واحدا من خدام بيت المقدس. وبينما كانت تعيش في غمرة تلك الفرحة، فرحة الجنين، ابتليت بموت زوجها عمران عليه السلام، كما ابتليت بأن مولودها أنثى والأنثى لا تصلح للوفاء بندرها، لأن خدمة بيت المقدس كانت مقصورة على الذكور دون الإناث. لكنها قابلت النعمة بالشكر، وقابلت ابتلاء الله لها بالصبر، فرضيت بقضاء الله وسمتها مريم، وتوجهت إليه متضرعة بقبولها وإنباتها نباتا حسنا، فاستجاب الله لدعائها لتصبح مريم من سيدات نساء أهل الجنة وأما لرسول الله عيسى عليه السلام. هذا الملخص الأول من مكون الحكمة. الملخص الثاني: قصة إبراهيم عليه السلام. الملخص: لقد آتى الله إبراهيم من لدنه حكمة وحجة بالغة، فأرسله نبيا إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار. فابتدأ إبراهيم دعوته بأبيه، فأبوه نحات أصنام يعيش مما ينحت إزميله من تماثيل يتخذها قومه آلهة يعبدونها من دون الله. ومهد إبراهيم لدعوته أباه آزر تمهيدا رفيق رقيق فيه أدب وتلطف، فأثار فيه عاطفته كأب، وخاطبه بالحسنى ومنتهى التهذيب والأدب الجميل، وشرح له أن هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها أو عن غيرها ضر لا تسدي لهم نفعا، لكن الأب رفض أي شروحات وتشبت بإشراكه وضلاله. رغم هذا لم ييأس من دعوة أبيه، واستمر إبراهيم يتلطف في دعوة أبيه الذي هدده بالطرد والهجران وبالرجم والإبعاد، ليتأكد إبراهيم عليه السلام أنه لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويستغفر الله لأبيه ويدعو له بالعفو والمغفرة، ويعتزل أباه كي لا يكون له على الكفر معينا. إذن كان هذا ملخص لدرسي الحكمة الخاصين بمادة التربية الإسلامية الدورة الثانية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.